هلا يلا ابو معاذ تاخر. ها ايش شنطتي؟ والله ادري عنه. اخر واحد جاني بالحمام انت علي امشي الزلمه امشي. وين شنطتي وين ملابسي؟ يلا متاخرين يلا. وين متاخرين انت وين ملابسك؟ يا ابوي ارجع شنطتي. من ياخذ شنطتي منكم؟ منو؟ ابو معاذ يلا خلنا. تدري عنها انت ولا لا؟ اقول لك متاخرين يا ابو معاذ. يا رجال اسكت ابو علي. انت كم تعال تعال والله شنط محل منها. شنطتي وين راحت؟ طيب من اللي اخذها منك؟ ماخذ شنطتين. ماخذ شاي. في احد ما طلع من الحمام بتلبس ما لقيت شنطتي. وش ذا اللي يا الله عاد ابو معاذ. يلا ماشي ماشي اقول دور الشنطه من عندي. من اللي اخذها يا شباب؟ اللي عنده ملابس زايده يعطي ابو معاذ. انا عندي كيس خبر هذا يعطي يعطي. خلص علينا ابو معاذ عطاتنا. ايش ذا؟ لكن اللي عنده ملابس يعطي فكنا خلي مفتوح. فين ابو علي يا اخي شنطتي ام زين ملابسي؟ ما ادري اخر من جاني سجل. فين الحمام؟ متاكد اخر من جاني سجل؟ اقول حق ما اخذ شنطته. خلصوا طلعوا شنطتي انسوا يا ناس خل البس. خلصوا انت مطلعينها يعني؟ شنطتي يعني مطلعينها يلا الشنطه والله عندي. يلا خلاص سجلون. طلع ونزيم الدرج دريج دريج. شفني انت يا دبه انت والله لو انها عندك يا ويلك. والله لو انك لمسها يا ويلك. ماشي والله مفتح معي والله ما تمشون. يا جماعة الخير من اللي عنده شنطة ابو معاذ يا جماعة؟ اسمعني علي هذا اخر ما جاري هذا اخر ما جاري. من عنده ما انتم اسمع عمي بالي ترى بقول لك شغلة بقول لك شغلة وانت بكيفك. قبل لا أن انزل بدويش نزل قبلي وكان معلق شنطة علي. عاد ما ادري شنطة ابو معاذ ولا غيره. شوفوا طلعوا الشنطة حطيتهم الشنطة بعدين وياك طلعونها سلموا وياك بعدين بعدين زين لكن كل شيء بس كل واحد سام الثاني. انا اقول يا جماعه عمي ابو ابراهيم ليش نتاخر عشان واحد بس؟ نمشي احنا وابو معاذ يلحقنا. تعال جيب المفتاح. مريضي مريضي ما ظلمك. اسمع يا مريضي انا اقول لك لا تقول لي سرعه ولا ما سرعه قرميه ما بمشي. هذا انا قلت لكم هذا الفاضي ده.